من 1/31/6 بدأ ان هم يعملوا التعداد السكاني دول، قسموا كل الشهرين ان هم هيعملوا حاجه من الثلاثه دول. اول مره هنعد الممتلكات او البيوت، بعد كده هنعد الخدمات، بعد كده هنعد السكان، عشان نيجي في النهايه نقول ان اربع مستشفيات في الزقازيق هل هم بيغطوا ال 10 مليون بتوع الشرقيه ولا لا. كده هو بيحسب الجانب بتاعه. طبعا يفيد ده يفيده في البلاننج ويفيده في الايفالويشن والمونيتورنج بتاع الخدمات الصحيه بتاعته. ده كلام نظري المفروض يكون فاهمينه، انا عايزك تذاكر النظري بطريقه انت تكون فاهمها كده. معنى قيمه فلوس، يبقى انت هتبدا تعمل سكان في سنه معينه. المسائل اللي عندنا في الجزئيه دي هناك حاجه اسمها انتر سنسس استيميشن. ممكن نقعد نقرب الورق كده بحيث ان يبقى الكلام واضح ولا كده احسن؟ طيب ماشي. الانتر سنسس استيميشن هحسب سنه ما بين سنتين انا عملت فيهم تعداد سكان، يعني جه قال لك انا سنه 1996 عدد السكان لقيت فيه كام؟ 60 مليون. وجيت بعدها ب 10 سنين اللي هو السنسس الطبيعي بيتعمل كل 10 سنين في سنه 2006 لقيت ان عدد السكان 75 مليون. حسبت سنه 2000 سنه 2002 حسبت عدد السكان يعني في سنتين دول. السؤال اللي موجود عندنا في الكتاب العملي والوارد ان هو يجي يقول لك احسب لي السنتين دول بتو ديفرنت ميزز. طيب ده على فكره ده السؤال نفسه هو اللي موجود عندنا في الكتاب العام. طيب عندنا خمس طرق في الغالب مش بنستخدم غير طريقتين اثنين بس. طيب هنقولهم لازم نكون عارفينهم. اول حاجه طريقه الحسابيه، هنقولهم بالعربي كده عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. عندنا طريقه اسمها الطريقه الحسابيه، عندنا طريقه اسمها الطريقه البيانيه، وعندنا طريقه اسمها الطريقه الهندسيه، وعندنا طريقه اسمها ريت اوف ناتشرال انكريز، وطريقة اسمها توتال جروس ريت. كده سمري للاسماء الحاجات. طيب لما نستخدم دول دي فيها سؤال ام سي كيو، التانيين دول بنكون عارفينهم لمجرد المعرفة، هم مرتبطين بحاجات تانية. حلو كده؟ طيب نقول الطريقة الحسابية اسمها ايه؟ الاسم الحفظي ارثمتيك ريزو. اللي هرسمت الميزو دي فيها اربع خطوات، يبقى دي اربع خطوات فاكرين كده. هو يجي يدور على حاجات معينه في الامتحان. طيب بنقول لك في الامتحان اول حاجه يقول لك المفروض انك عشان تحسب السنه دي محتاج انك تطلع مجموعه من الحاجات. اول حاجه انك تحسب معدل الزياده اللي حصلت في 10 سنين، يعني تقول لي من سنه 1996 لحد سنه 2006 زاد عندي كام بنات، ده اسمه ايه؟ الزياده اللي حصلت في 10 سنين، عدد السكان اللي زاد في 10 سنين، ده اسمه ايه بقى؟ قال لك ده الديفرنس between two census يعني between 2006 ل 1996. يعني احسبها ازاي؟ اقول ان 75 ناقص 60 هيساوي 15 مليون، صح؟ دي اول خطوه عندك. ثاني حاجه قال لك انت طلعت الزياده اللي حصلت عدد السكان اللي زاد في 10 سنين. طالما طلعت اللي في 10 سنين تقدر تطلع اللي في سنه واحده، هتعمل حاجه اسمها الانوال انكريز. طب ما اقول ان الانوال انكريز بتساوي ايه؟ طبيعي ان هي هتساوي الزياده اللي في 10 سنين على 10، هتساوي 15 على 10 هتساوي 1.5 مليون. يعني انا عندي زياده حوالي تحصل بمعدل 1.5 مليون في السنه. الحاجه الثالثه قال لك انت كده طلعت الزياده اللي حصلت في 10 سنين. تعالى يا عم قول لي انت عايز تطلع عدد السكان في سنه كام؟ هتقول لي سنة 2000، هتقول لي سنة 2002، تقول لي أي سنة أنت هتحسبها. أنا هعمل إيه؟ عندي طريقتين أحسب بيهم أو أحسب بيهم عدد السنين، إما إن أنا أطرح دي من دي أو أطرح دي من دي. يعني أشوف بعد ده زاد كام سنة، يعني نسيبنا من ده ونقول في ده، يعني أنا عايز من 96 لسنة 2000، أشوف كام سنة عندي. بنبدأ من 97، ما إحنا عارفين كده ده يبقى 96 دي خلاص انتهى. هنبدأ عدد من 97، هنقول 97، 98، 99، 2000. كده زياده عندي في اربع سنين، فاقول انكريز ان 4 years هيساوي كام يا جماعه؟ هيساوي 4 في معدل او اللي حصل في زياده في سنه واحده هيساوي كام؟ 6. كده انت جبت ايه؟ جبت الرقم اللي زاد في الفتره دي بس. وعندك الرقم اللي هنا لو جمعتهم على بعض هيطلع لك الـ، يبقى كده تعمل ايه بقى؟ هتقول لي النمبر
of population in 2000 يساوي 60 زائد 6 يساوي 6.6 مليون. 2002 نفس الكلام، هتبدأ منين؟ تبدأ من خط رقم 3. يعني ايه؟ هتقول ان انا عندي الزيادة السنوية بتساوي 1.5 مليون. 2002 دول كام سنة؟ 96 97 98 99 2000 2001 2002 6 سنين. بقول الانكريز ان 6 years هيساوي 6 في 1.5 يساوي 9. طب الخطوة رقم 3، الخطوة الرابعة اقول النمبر اوف بوبيليشن في سنة 2002 هيساوي كام؟ 60 زائد 9 يساوي 69 مليون. دي أول طريقة اللي عندنا اسمها الارثماتيك ميثود. نقول بسرعة الجرافيك، الجرافيك ميثود. الجرافيك ميثود دي يا محمود قال لك ده رسم بعيد، أنت هترسمه ولكن هتاخد في بالك إن عندك حاجتين. عندك محور أفقي ومحور رأسي. كلنا عارفين الكلام ده، عندنا افقي وعندنا راس. ده اسمه اكس اكسس، ده اسمه الواي. هتمثل ايه على ايه وايه على ايه؟ قال لك الثابت عندك الحاجه اللي هي هتكون ثابت عندك هتحطها على المحور الافقي اللي هم الليمز. يعني هتقول دي والله انا هبدا من سنه مثلا 2006 كان 75 مليون. مطلوب قال لك انك هتوصل الخطين دول بايه؟ استراليت لايف، مش كيربي لايف، استراليت لايف. خد بالك من الكلام ده، رسمتك ما تعملهاش كبيره، تعملها مسطره. طيب يقول لك من النقط بتاعك ده تقدر تعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه انك تتوقع او انك تجيب اي سنه ما بين سنين، يعني توصل ده كده اهم حاجه، تتوقع ده وتطلع ده. توصل ده طبعاً. هو بيقول لك انك ممكن تجيب اي سنه من سنتين من الجراف بتاعك، بالاضافه ان هو قال حتى في الاخر كده انك ممكن تكسبك اي سنه لو انت عملت اكسل استيميشن، تقدر تتوقع اي سنه من السنوات اللي بعد كده بانك انت تحط بس كده. عم دي الجرافيكال ميثود ودي الارثماتيك ميثود زي بعض بالظبط. هعمل دي واعمل دي معايا. طيب الحاجه اللي هو عندي فيها حاجه هنا لكن دي فيها عين. طب يكتب دول فيهم عين. هيبدا ان هو بيعتبر ان الزياده السنويه ايه؟ بيعتبر ان الزياده السنويه ثابته. فما بياخدش بالاعتبار مين اتولد ومين مات. انتر. ما بياخدش بالاعتبار مين اتولد ومين مات. طب ده حد جه لك عامل نعدل المشكله دي من هنا. قال لك عندنا حاجه اسمها طريقه الريت اوف ناتشرال انكريز. بص يا محمود الريت اوف ناتشرال انكريز دي ده يعني عنوان لوحده اصلا بيتشرح. اسمها معدل الزياده الطبيعيه السنويه. معدل الزياده الطبيعيه اللي هي طبيعي الزياده ان انا اشوف مين زاد ومين نقص واطرحهم من بعض واللي طلع لي ده اسمه ايه؟ الزياده. فانا بقول مين زاد ومين نقص. الزاد ده يعني اتولد، مات يعني ايه؟ يعني نقص. انا هقول ان الريت اوف ناتشرال انكريز دي بتساوي حاجه اسمها الكور بيرث ريت ناقص الكور ديس ريت. هترجع تقول عشان مش هفهمش دي انا اخدهم في الفات دلوقتي وحاسس ده حاجه اسمها معدل مش عدد، معدل الوريد وده اسمه معدل الوفيات. الريت اوف ناتشرال انكريز قال لك يا عم هتطلع ايه؟ وتحسب الكلام ده كله وهتشوف الزياده السنويه اللي حصلت عندك. يبقى تطلع الانوال انكريز بالنسبه للريت اوف ناتشرال انكريز، ترجع تحسبها بطريقه حسابيه ثانيه. طيب ده هيتوقف على ايه يا جماعه؟ ان هو يديني، لو هو يديني كام سنه؟ لو هو عايزني احسب دي بالطريقه دي
اكيد اكيد في المساله مش هيديني نفس المطاطات اللي مديني في كتاب العمل اللي هو جايب لي من سنه 2006 في 75 مليون سنه 96 في 60 مليون دي المطاطات اللي هو اداها المطاطات دي تحل لي المساله دي. طب هو اذا هو بقى في نفس جاب لي المطاطات الثانيه يعني جاب لي من سنه 2006 في 75 مليون بلس من السنه دي فيها عدد مواليد كام وعدد ديس كام والسنه دي فيها عدد مواليد كام وعدد ديس كام بعد كده هو بياخد دماغي للجزئيه دي اذا ما ادهاش ليا يبقى اكيد مش محاسب. طب الحاجه اللي بعد كده قال لك واحد قال لك يا عم انت بما انك كنت نديم زياده طبيعيه مش ثابته حبيت انك تطلع الريت صح حبيت انك تشيل الناس اللي ماتت وتضيف ناس اللي اتولدت ما في ناس عندك زيهم بالظبط ناس سافرت بره ناس سافرت لجوه فدول سموهم بحاجه اسمها توتال جروس ريت يعني ايه؟ قال لك نفس الكلام ده بحيث انك تضيف مع التوتال بيرث ريت مين؟ الناس اللي هتدخل البلد الداخل هنا موجود والخارج مفقود والخارج مفقود اللي هو هنطرحهم كده كله بيرث ريت نركز في الكلام احنا عندنا حاجه اسمها ايميجرانت حاجه اسمها ايميجرانت اللي داخل يعني ان يبقى انسو ايميجرانت واللي خارج يعني اكزيت يعني اسمه ايميجرانت تمام كده كده نعرفه وبرده نطلع فين طب ده لو جاب لي مساله نفس الطريقه عايز نحلها بالطريقه دي يديني مع البيرس ومع البيس مين هم مين هم الايميجرانت ومين هم الايميجرانت وهكذا كده مفهوم الكلام؟ تمام كده احنا قلنا طريقتين بتوع الانتر سنسس استيميشن اول حاجه اسمها الاسميات ميسو طريقه ثانيه اسمها جرافيكال ميسو طريقه ثالثه اسمها بيتش ناتشرال ريت مين رابعه اسمها توتال جروس ريت الخمسه بقى احنا قلنا هم خمسه اللي هي الطريقه الهندسيه اسمها الجيومتريك ميزو. ايه الجيومتريك ميزو دي؟ هو قال لي عن حاجه ان دي بحسبها بمعادله مخصصه دي. المعادله دي لو اتشرحت عندنا تبقى صفحه واحده. هو الحمد لله ان هو ما جبتهاش فقال لك دي اسمها سيرتين ايكويشن. ودي الجمله المهمه عندنا فيها هي دي الموست اكيوريت. يبقى ادق واحدة فيهم هي الجيومتريك ميسو، قال لك لأن ده بياخد في اعتبارها هو بياخد في الاعتبار فيها الرقمين بتوع السنسس ومعدل زيادة السنوية اللي بتحصل بس هما دول الحاجات اللي عندنا ودي أول نوع من المسائل اسمه الجيومتريك اسمه الانتر سنسس استيميشن مفهوم؟ واخد بالك تمام؟ طيب بسرعة كده نتكلم في حاجة اسمها الفايتال انديس بصوا يا جماعه في حاجه اسمها الفايتال انديس دي بتدخل تحت عنوان اسمه الهيلث انديكيتورز الهيلث انديكيتورز يعني المؤشرات اللي بتدل على الصحه او الحاجات اللي بتدل على الصحه اللي هم زي ما السؤال اللي انا قلت لك حفظه في اول الشابتر اللي هو اسمه الديترمنتس اوف هيلث بقول لك ان الدخل البني ادم بيأثر على الصحه ان المكان اللي بيعيش فيه بيأثر على الصحه فهنا بيحسب لي بيقول لي ان الهيلث انديكيتورز دي مجموعه من الحاجات اللي ممكن تأثر على صحة الإنسان أو أنا أستخدمها في قياس المعدلات الصحية للدخل، يعني أحسب معدل دخل الفرد في البلد دي كام؟ حاجة اسمها الري كابيتال إنكم. أحسب معدل النمو الاقتصادي في البلد اللي أنا فيه. أحسب حاجة اسمها اللايف اكسبكتنسي. اللايف اكسبكتنسي ده أنا متوسط عمر الفرد في البلد دي. أحسب حاجة اسمها الديبندنسي ريشيو. يعني هحسب نسبة الإعالة اللي إعالة في البلد إزاي؟ يعني مين مش قادر يشتغل ومين بيصرف عليه؟ اسمها الديبندنسي ريشيو. الحاجة التالتة والحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها الليترسي الليترسي برسنتج نسبة المتعلمين برضه في نفس السؤال بتاع ديترمنتس أوف هيلث إزاي التعليم والكالتشر بيأثر على الصحة؟ تعليمك وثقافتك هتأثر على الصحة. بعد كده النقطة اللي هو فايتال إنديس هو شرح التفاصيل. فانت عندك خمس حاجات تحفظهم كده مجرد العلم حاجه اسمها الهيلث انديكيتورز حاجات بستخدمها في المونيتورنج والايفالويشن وان انا اعمل كومباريزون
للكونتريز بتاعتي او للكونتري الواحد على مدار الوقت. انا برضو بقلب نظري، انا بقول النظري ده الاسئله اللي موجوده، بس تبقى انت فاهم الجزئيه تمام كده. جه بقى في الفايتال انديسز دي، وقال لك تعالى يا عم الحاج نتكلم عن حاجه اسمها فايتال انديسز. دي برضو من الهيلث انديكيتورز اللي هي يعني فايتال يا محمود. بص انا قلت لك دي اسمها المؤشرات الصحيه، دي اسمها المؤشرات الحيويه. يعني هتقول لنا حاجه من البعض، هتقول لنا الناس دي عايشه ولا لا. عايشه دي معناها بيرث، وميته معناها ديث. والناس دي لو عايشه هل هي بتتكاثر وبتأدي دورها الطبيعي ولا المرض منحها؟ هيبقى عندي فيرتيليتي وعندي ديزيز، يبقى نحفظها كده. يبقى الناس دي عايشه ولا ميته؟ يبقى عندي بيرث وديث. بتتكاثر يعني فيرتيليتي ولا عندها ديزيز؟ حلو كده؟ كده اول حاجه اتعمل. طيب بص يا عم محمد، البيرث ده عندنا فيه ريت واحد اللي هو الناس قايل انه دلوقتي هو البرود بيرث ريت، هو نفسه اول واحد في السبعه اللي في الفيرتيلتي. الديزيز فيه اربعه، الديس فيه خمسه، تمام كده؟ طيب معلش كده هنظبط الالفاظ شويه. الديزيز ده هيبقى اسمه مور بيتي، الديس اللي هيبقى اسمه مورتاليتي او فيتاليتي. يبقى الديزيز يا محمود معناها موربيديتي، ده معناها مورتاليتي. انا مش عايز اكتب الحاجات دي، نجيبها في الاخر، نكتب اسماء البيرتاليتي في الاخر. نبدا بقى شويه. عندنا حاجه اسمها ايه؟ كروت بيرث ريت. ايه كروت بيرث ريت؟ اسمه معدل المواليد في بلد معين في وقت معين. حلو كده؟ خلي بالك انا قلت هنا حاجه اسمها ريت، نفس الوقت قلت حاجه اسمها انديس او اسمها فايتال ريتس. ايه الفرق بقى بين كلمه ريت وكلمه اندكس؟ بص يا جماعه، عندنا خمس حاجات محتاجين نعرفها. اول حاجه اسمها ريت، حاجه اسمها ريش مظبوط، ها؟ ثالثه بروبورشن، حاجه اسمها بيرس، معدل حدوث حاجة بالنسبة للوقت. يبقى دي هتتجمعها كده الوقت. اهو. الريتش ده معدل حدوث حاجة بالنسبة لحاجة تانية. البروبورشن الجزء للكل. بيرسنت معناها الجزء المية. الاندكس معناها حاجة غير دقيقة. لما الخاص بالعرض نفهمهم بقى. يعني ريت عايز اقول معدل دخول الناس للمستشفى ايه في النهار في اليوم ده وفي اسبوع معين، فهقول ان في عندي 20 عيان كل يوم. الحاجه الوحيده اللي انا ربطت بيها ال 20 عيان هي ايه؟ هي الوقت. يبقى انا عندي 20 عيان كل يوم. الريشيو هقول فصل في 90 طالب، فيهم 85 ولد وخمس بنات. عايز اقول عدد او نسبة البنات للولاد، هقول ايه؟ 5 إلى 85 او على 85. فالريشيو ده بطلعه بالديفيرمنت في النمبرز، بقسم رقمية عشان اطلع حاجة اسمها ريشيو. يبقى لما اقول دلوقتي لما جبت سيرة الوقت، انا جبت سيرة جزء لجزء حاجة لحاجة، فبقول 5 لـ85 دي هي نسبة البنات للولاد في الفصل او في القاعة اللي انا بتكلم فيها. الحاجة التانية لو انا عايز اجيب الولاد للبنات نفس الفكرة 85 لـ5 طالما جزء لجزء. طب لو انا قلت ركز في دي بقى، لو انا قلت 5 إلى 90 يعني 95 ده بقسم البروبورشن، هقول 85 ل 90 اسمه بروبورشن. بص معايا، قال لك لو 90 دول 100 وعندك دول 95، لما تيجي تحسب الخمس على ال 100 دي بقى اسمها بيرس. فلو الدينومينيتور عندك المقام هيساوي 100 ده اسمها بيرس،
نفس البربرج اختلاف ان ده في الرقم. طب ايه الهكس ده؟ بصوا يا جماعه عارفين كلنا عارفين مثلا اي عداد، عداد اللي هو عداد العربيه مثلا بيبقى عامل كده، بيمشي يعمل كده ليه؟ لان هو مش بيبقى ثابت على سرعه معينه. فهو معنى كلمه اندكس ان هي يعني هو معنى كلامه كده ان هي حاجه غير ضروريه زي العداد اللي بيحتسب. فكلمه اندكس معناها بيقول لك لو انت ما قدرتش تجيب المقام ده، يعني ما قدرتش تجيب المقام زي دلوقتي انا عايز اقول لك مثلا معدل المواليد في مصر، هل انت بالظبط عارف عدد سكان مصر 104 مليون وكام بالظبط دلوقتي؟ مش هتعرف تحسبها دلوقتي بالظبط. فقال لك طالما انت مش هتقدر تحسب المقام بشكل دقيق بترجع تجيب اخر رقم صحيح عندك، يعني تشوف مثلا 104 مليون دول اخر حاجه على نقطه من شهر مثلا فتجيبها تحطها، بس انت عارف دلوقتي كام؟ لا. فالمعنى كده ده انت بتحسب حاجه اسمها اندكس. فرجع قال لك اندكس هتلاقي كتاب كاتبها ريتس فايتال ريتس او فايتال اندكس، يعني بنتكلم هنا اقول لك كروت بيرث ريت واحط لك المقام واقول لك الاوبوبيليشن، فانت تقول لي يا عم الاوبوبيليشن ما هو اندكس. بص بقى عشان نريح نفسنا، الريت لما يحط لي وقت في المساله مع بروبورشن مثلا يبقى انا بحسب ريت، يبقى هو لو جاب لي بروبورشن وحطيت لي فيها حاجه اسمها لوكاليتي قد ايه او بليس وطايم تمام كده؟ لو حط لي ان الوقت والمكان في بروبورشن او في ريشيو او في حاجه دي يبقى اسمها ريت. لو المقام في الدقيق هعتبر البروبورشن ده اندكس عشان بس الكلام ما يدخلش. حلو كده؟ طيب دلوقتي احنا بنتكلم في حاجه اسمها الكروت بيرث ريت، ركز في دي هبقى اشرح لك تاني بعدها تمام كده؟ ايه الكروت بيرث ريت بقى؟ معدل المواليد. معلش انا هقول الالفاظ بالعربي والالفاظ دي تفرق معانا قدام لما ندخل في قصه الفاكسين في التاتي. الكروت بيرث ريت يقول ده بيساوي نمبر اوف لايف بيرس. In certain locality and year. بصوا يا جماعه في عندنا ثلاث حاجات هنثبتهم طول ما احنا ماشيين في مسائلنا كلها. اول حاجه certain locality and year مقامها هيبقى the same locality and year في الكونسبت بتاعنا. عايز تقول certain بيلي وبليس بيلي براحتك، ال واي براحتك، المهم تكتب لي الحاجه دي. دول مش عايزين نقرر، يعني نتكلم عن نقطة الثابت دلوقتي وازاي احطه. المهم المقام بتاعي دول ثابتين معانا كل المسائل، اللي هيختلف معانا المقام هيبقى عن الاول نمبر اوف بوبيليشن. يعني جه قال لك انا عندي بلد فيها 10 مليون بني ادم، عندي مواليد 100,000، احسب الاول بس تعمل ايه؟ أولاً أقول لك بلد في وقت، فتقول له البلد في الوقت، ضيف الكلمتين دول، احسب يا عم الحاجة بتاعتك، تقول إن 1000 على معلش 100,000 على 10 مليون بتوعنا في السنة بتاعتك، طبعاً كله في تحت القانون الأول زي ما هنحل الرياضة كده بالظبط، كله القانون الأول لأن عليه درجة وأسباب بأن أنا أعوض، فلو أنا بعوض مش هكتب له حلو؟ هيكون السنة بتاعتك. يعني ايه كورس انت يا جماعه يا ست؟ يعني انا هقوله بالظبط كده عشان الناس اللي بتقول لي اضرب في 100 ولا اضرب في 1000 براحتك، ولكن تبقى فاهم ده لما تيجي تطلع مساله زي ريت اوف ناتشرال انكريز، لما تكون مطلع الكروت بيرث ريت ب 100 تكون مطلع الكروت بيرث ريت ب 100. ايه اللي انا عايز اقوله من السبب بتاعي؟ يعني هقول كل 100 بيخلفوا كام؟ او كل 1000 بيخلفوا كام؟ فلو طلعت الكلام في الكونسبت بتاعي ان هم 100 هيطلع لي وليكن هنا هيبقى كام؟ المهم يعني وليكن لو طلع عندي 5 في ال 1000 هيبقوا 50. دي بتساوي دي والله. فلما اقول ان في 5 اطفال لكل 100 واحد في البلد دي هم نفسهم 50 ضعف لكل 1000. بس كده هم نفسهم 100,000 لل 10 مليون. فكره ان انا بضغط بحط ثابت عشان اطلع فيه، فانا لو حسبتها 100 براحتي او حسبتها 1000 براحتي. تمام كده؟ مفهوم ولا اقف عندها تاني؟ تمام الصوره كده؟ طيب يبقى كده كلمه كروت بيرث ريت يبقى عدد المواليد على كل بوبيليشن في الكونسبت بتاعي، الكونسبت بتاعي كده كده ده اول بليت اتشرح في البيرث والاول اتشرح في الفيرتيلتي. قال لك يا عم الحاج انت في الفيرتيلتي
انت دلوقتي بتقول لي عايز احسب معدل الموليوم، يعني بحسب جزء من الخصوبه اللي في الناس دي، مين اللي يهمني في نقطه مين اللي بيخلف؟ فمش الاول بوبيليشن اللي بيخلف، انا كده عرفت ان كل 100 واحد في البلد دي ميل في ميل صغير كبير بيخلف من مش بيخلف من تعداد التزوج مش تزوج، انت كده قلت لي كل 100 واحد. انا عايز اكون دقيق، يعني كل ما تقلل كل ما تقلل دائره الاشتباك بتاعتك كل ما كان نتيجتك اقل وادق، يعني خلي المقام اقل، يعني استثني من الناس اللي انت بتقول البوبيليشن، يعني ايه؟ قال لك ان البورد بيرث ريت فيها مشكله جوانبيه، ان هو بيحط عندك مين؟ الان ماريد فيميل، مش دي المشكله بس، المشكله اللي فيها الميل كمان ان هما اليانج فيميل اللي هما البنات الاطفال، وعندك المينيبوز ودول ناس ما بيخلفوش ودول ما بيخلفوش ودول ما بيخلفوش ودول ما بيخلفوش. فقال لك نصلح الموضوع ده نعمله حاجه اسمها ريت اسمها يا دكتور حاجه اسمها الجنرال فيرتيليتي ريت. طبعا دي اختصار دي بص يا محمود قال لك المقام احتمالي زي ما هو شوف كام عيل اتولد هذا هو اسم النمر لايف بيرس في سن وكاله الانديه ميريو بيرس في الكونستيتيوت بتاعنا. المهم عندي مقام ركز بتحسب على مين؟ قال لي على الستات اللي في فتره الحمل والرضاعه اسمها ايه بقى؟ النمبر اوف فيميل في حاجه اسمها تشايلد بيرنج بيرنج. ايه فترة الحمل والرضاعة دي يا محمود؟ قال لك يعني الستات اللي من سن 15 سنة لحد سن 49 سنة اللي عندهم جنين هم يحملوا ويولدوا بس كده حاجة اسمها الجنرال فيرتيليتي ده بيساوي يا دكتورة معلش معدل الإنجاب العادي. اللفظ المهم يعني ايه؟ يعني بيقول لي كل 100 أو كل 1000 ست مش من كل الناس بيخلفوا كام؟ بيقول لي انت لو جيت حسبت الريت ده هتلاقي اربع اضعاف الريت ده. عارف ليه؟ بيقول لي عشان الفيميل اللي في تشارلي بيرنج بيرد بيمثلوا من الناس البوبيليشن كلهم الربع. بس كده عشان كده انت قللت الدايره لان انت طلعت ثلاث ارباع ما لهمش اي لازمه عنه. قال لك كده انت قلت الفيميل في التشايلد بيرنج بيرد بس يعني كل الستات من سن 15 ل 49. طب انت ضامن ان الستات كلهم من سن 15 ل 49 يخلفوا؟ جه قال لك يا عم في ناس انفيرتايل ناس انمارد الناس مش عارف ايه. المهم اللي يهمنا ان احنا نعرف نطلعهم مين هم الانمارد. طب الانفيرتايل مش بتوعنا عشان ده في سؤال بيتسال كل مره لما اجي اشرح. هنيجي نفس الحاجه اسمها الفيكاندا فيريت. ايه اللي بقى ترد يا جماعه؟ قال لي هو نفس الريت ده ولكن هتقول لي هنا نمبر اوف اونلي ماريد فيميل اكيد في نفس السن ده عشان سؤال ايه ده سؤال واحده مش في السن ده يعني هو بيبقى اسئله ذكيه صراحه في السن بتاعي تمام كده فهو بقى الاونلي ماريد فيميل في الشات دي بيقول ده اسمه الفيكاندا تريت نفس الكلام ده يبقى انا كده حليت المشكله الاولانيه بقيت اسمه جنرال فيرتيليتي ريت يبقى انا شلت الناس اللي هم اليانج والنيبوزل وشلت الناس اللي هم الانمارد بحاجه اسمها الفيكاندا تريت. مفهوم الكلام؟ لحد دلوقتي مفهوم مستوعبين؟ باقي عندي بقى واحد كده قاعد بيمزمز يعني في المسائل دي فقعد يقول لك طب انا كده عرفت ان كل كام كل 100 ست بتكلم بتخلف كام؟ كل 100 ست في سنه في فتره 35 سنه. لا انا عايز احسب كل 100 ست في سنه في فتره 5 سنين بيخلفوا قد ايه؟ فعملنا حاجه اسمها ايش جروبس. يعني ايش جروبس دي؟ حاجه اسمها مرحله عمريه او فتره عمريه اللي هي قال لك انت عندك 35 سنه. 35 سنه دول لو جينا قسمناهم لحاجه اسمها مراحل عمريه او فترات عمريه هنلاقي ان احنا لو عملناهم خمس مرحله عمريه خمس سنين هيبقى عندنا حاجه اسمها
سبعة يلزم سن 15 لكام يا دكتوره؟ في الماديه 15 ل 49 15 ل 19 جيب من 20 24 جيب من 25 29 وهكذا طول ما احنا ماشيين هنلاقي عندنا سبع اجوبه. يعني ايه محمود؟ انا هنا قلت كل 100 سن كل 100 ست في فتره الحمل والرضاعه كامله هتخلف كام عيل؟ كل 100 ست في الفترة دي هيخلفوا كام عيل؟ تمام كده؟ وليكن يا عمي سبع عيال. أنا عايز أجي أحسب كل خمس سنين دول. كل خمس سنين. يبقى فيهم كل 100 ست بتخلف قد إيه؟ أنا ركز بقى. كل 100 ست هنا بتخلف قد إيه؟ وكل 100 ست هنا يخلفوا قد إيه؟ وليكن دي تبقى 4 دي اكتر شويه عشان الناس تكون اتجوزت في يوم 8 مثلا يبقى دي 5 وهكذا. يعني هو غرضه ايه من حاجه اسمها ايج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت؟ اصفر ايج سبيسيفيك يعني فيرتيليتي الخصوبه في سن معين. دي قال لك ان احنا عندنا في مصر مثلا القانون بيسمح بالزواج من سن 18 سنه فبالتالي انت مثلا هيبقى عندك النسبه هنا قليله شويه في حين ان مثلا بيجوا في الفتره اللي بعدها بيتجوزوا. ففي الاخر مثلا الست ممكن ما تخلفش فانت محتاج تعرف الستات في كل فتره بتخلف قد ايه عشان تهتم بالفعل بتحاول توفرها لنا ديرنا الكير اللي احنا بنتكلم فيها طبعا في الكير والتشايلد كير والكلام ده. تمام كده؟ المهم الايجي سبيسيفيك ده حاجه بحسب بيها نسبه الخصوبه في سن معين. هيقول لك عم الحاج ده بيساوي ده مش ركز معايا بقى عشان البسط هيتغير والمقام هيتغير. نم اوف لايف بيس على فكره اللفظ ده مهم بقول لايف بيس محدش يقول لي النمبر اوف تشايلد النمبر اوف عشان اللايف بيس دي اللي عليه في حاجه اسمها الانفانس في حاجه اسمها التشايلد والتريتات الثانيه مش عارفينها اصلا في حاجه اسمها الستيل بيرس ده كله مش لايف بيرس اللفظ مهم. طيب بيقول لك عدد المواليد اللي اتولدوا الامهات في السن ده يبقى النمبر اوف 5 بيرس 2 ماذرز ان سبيسيفيك ايج جروب. يعني وليكن من سن 15 ل 19 على مين؟ على جميع الامهات اللي في السن ده النمبر اوف ماذرز هذا سن سبيسيفيك ايج هذا سن ايج جروب. نسينا حاجه طبعا ما ننساش الوكاله التغيير والبروسس مهمين جدا عاملين درجات انا بلغ دوت مهمين جدا عاملين درجات اكتبوا يبقى ايج سبيسيفيك فيرتيليتي كده اعمل حاجه هو يقول لك عدد المواليد في السن ده في غالب المسألة دي بتيجي بشكل جدول يجيب لي عدد الحالات دي مكتوب عندنا في سنة الكتاب العملي يا رب يرحم حالك. تمام كده؟ طيب يعني حاجه اسمها ايه؟ total fertility rate. معلش انا قلت الايجز بالسيف في الخدر ده ايه؟ معدل المواليد في سن معين، يعني في سن معين ده سن الامهات، سن الامهات في سن معين. total fertility rate ده محمود انا قلت هنا ده اسمه ايه؟ معدل الانجاب العائلي، ده هيبقى اسمه متوسط الانجاب العائلي. نركز بقى. انا هنا كنت بقول ايه؟ كل 100 ست او كل 1000 ست بيخلفوا كام؟ انا هنا عايز اقول كل ست هتخلف كام؟ واخد بالك ست واحده. فهقول ان الموضوع ده عايز اقول ان كل ست لما تيجي تمر المرحله دي من هنا لهنا هتسيب وراك كام عيل؟ هتنزل لي كام عيل؟ ده معنى كلمه توتال فيرتيلتي ريت. ده بيساوي يا محمود؟ قال لك هتجيب دول 5 و8 و7 ومش عارف و20 و3 9 هم الايج سبيسيفيك فيرتيليتي وتقوم جايب متوسط الافرج بتاعهم يبقى كده الافرج اوف 7 اصفر يبقى ده الكلام اللي هو كان فيه يبقى الافرج
متوسط 7 ايج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت. نوصلها ان شاء الله. ده معنى كده. بس كده. يعني ده في الاخر هيجي يقول لك ان كل ست بتخلف عايز 2 من 10. يعني كل 100 ست مالناش دعوه بكل 100 ست دي. هنا هو يقول ان كل ست بتخلف كام عيل. بس كده. ده اسمه توتال فيرتيليتي ريت. تمام كده؟ كده احنا خلصنا. خلي بالكوا احنا مظبطين الريتات مع بعض. اول ريت ده لوحده. الريتين التانيين تصليح الريتين الاولانيين اللي هم الجنرال والفيكانتي. الريتين التالتين بنتكلم في ايج سبيسيفيك. ايج سبيسيفيك توتال فيرتيليتي ريت. الريتين الخمسين اللي جايين دلوقتي من السادس والسابع دول هم ايه؟ بيتكلموا في نقطه ثانيه خالص. فاكرهم؟ طيب بس في حاجه اسمها جروس ريبرودكتيف ريت. يعني واحد احنا كده قاعدين نفنن واحد طلع حاجه قال لك يا عم انا عرفت دلوقتي كل ست بتخلف قد ايه؟ واحد تاني قال طب ليه ما نعرفش كل ست قدام هتخلف قد ايه؟ فقال لك عايزين نشوف نسبه الخصوبه قدام. قدام دي اللي هو مثلا كمان 20 سنه ازاي يا عم الحاج؟ قال لك هتجيب الامهات اللي هيبقوا مستقبليين شوف نسبتهم كام؟ قال واحد تاني قال له طب احنا ما عندناش نسبه خصوبتهم قدام. قال لك احسب نسبه خصوبه امهاتهم دلوقتي. فقال لك حاجه اسمها الجروس ريبرودكتيف ريت. جروس يعني النمو اللي قدام. جروس. جروس ريبرودكتيف ريت هيساوي التوتال فيرتيليتي ريت. في نسبة المواليد الفيميل. بس كده. هتشوف كام بنت بتتولد دلوقتي وتحسب خصوبتهم بانك تضرب في خصوبة امهاتهم. فقال لك جنب التوتال فيرتيليتي ريت في حاجة اسمها البروبورشن اوف فيميل من اول لاين بيرس. يعني معنى الكلام ده كلمة بروبورشن دي انت وصلتها دلوقتي جزء من الكل. يعني ايه؟ انت عندك 100 واحد بتولد دلوقتي 100 طفل. زي في مصر دلوقتي ان كل 100 طفل في 48 بنت. 48 بنت دول هيبقوا امهات مستقبليين. كل واحدة منهم ممكن تخلف عيل واثنين من عشرة. انت مطلعها في توتال فيرتيليتي ريت. طب عيل واثنين من عشرة دي هل ليها نسبة خصوبتهم قدام؟ لا لا اضرب في نسبة خصوبتهم امهاتهم. بجيب نسبة المواليد الفيميل دلوقتي واضربها في نسبة خصوبتهم امهاتهم هيطلع لك حاجة اسمها الجروس ريبرودكتيف ريت. جه واحد واقف قال لك طب انت ضامن ان ال 48 بنت دول لما كمان 15 سنة لما يدخلوا فترة تشايلد بيرنج بيرنج هيكونوا امهات فعلا ولا في ناس هتموت منهم؟ قال لك يا عم الحاج انت عندك حق. هات بقى حاجه اسمها نت ريبرودكتيف ريت. ايه النت ده؟ شوف الناس اللي وقعت منه اللي هم مين؟ اللي هم الفيميل اللي هتموت. فتجيب الروس الجروس ريبرودكتيف ريت تضربه في ايه بقى؟ حاجه اسمها لايف اكسبكتنسي. السؤال عليها دلوقتي متوسط عمر الفرد في البلد. متوسط عمر الفيميل بقى بتاع امهاتهم دلوقتي. زي ما انت جبت نسبه خصوبه امهاتهم جبت متوسط اعمار امهاتهم. يبقى قد ايه؟ حاجه اسمها اللايف اكسبكتنسي اوف فيميل. كده احنا خلصنا حاجه اسمها الريتس بتاعت الفيرتيليتي. عندنا حاجه اسمها كود بيرث ريت. تاني حاجه عندنا جنرال فيرتيليتي ريت مع الفيكاندت ريت. دول بنربطهم في دماغنا كده. ايش السبيك فيرتيليتي ريت بجيب منهم التوتال فيرتيليتي ريت. الجروس ريبرودكتيف ريت بصلحهم حاجه اسمها ايه؟ الريبرودكتيف ريت. تمام كده؟ طيب معلش عشان الوقت انا هحاول انجز اكتر من كده. بس انا لو حد مصاب منكم حاجه يقول لي معلش. بصوا يا جماعه عندنا حاجه اسمها المورفيديتي انديز. ايه المورفيديتي انديز دي؟ حاجه بقيس بيها نسبه المرض. ايه نسبه المرض؟ نسبه المرض ده عندي حاجه من الاثنين. يا مرض موجود واوريدي موجود وانا عارف ان هو موجود فبحسب نسبه الحدوث. او مرض بيحصل وانا عايز احسب نسبه حدوثه. فبحسب بريد معين بريد معين. فالريد الاولاني اللي بحسب بيه الانتشار بتاع المرض او تواطؤ المرض اسمه ايه؟ يعني المورفيتي ده العنوان. ريت ريت اسم ريت معين. عندنا اربع ريتات. طيب بص يا جماعه معايا ماشي هو البريفلنس تمام ماشي. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الانسنس. الانسنس ريت ده بص بيقول لي ده ريت بيحسب لي معدل حدوث مرض. يعني ايه معدل حدوث المرض؟ احنا نفس البلد دلوقتي بلد يا عم فيها 1000 واحد
كلهم سنان بس كلهم بيشربوا اكل معين وبيشربوا المايه واحده وبياكلوا اكل معين كلهم مع بعض. جينا عايزين الناس دي في سنه هم سنان. السنه اللي بعدها جينا لقينا ان في خمسه منهم بقوا مرضى بمرض معين. كون ان مرض جديد حصل عندي ولسه واخدين بالكم قلت ايه؟ مرض جديد حصل عندي اسمه انسولينس. فبقول الانسولينس ده معناه ايه يا محمود؟ عشان اخلي بالك من كده اهو نمبر اوف نمبر اوف نيو كيسز الحالات الجديده اللي ظهرت عندي من ايه يا عم الحاج؟ فروم 16 ديزيز. بالله عليكم ما ننسى دي الكواليتي وليد والكونستنت بتاعنا على مين يا عم الحاج؟ قال لك على اول بوبيوليشن ات ريسك. مهمة دي مهمة دي جدا جدا. ايه بوبيوليشن ات ريسك دول؟ هم اللي في الامل المثال عليهم كل الناس اللي هم كانوا معرضين في البلد ان هم يصابوا بالمرض. كلهم كان عندهم نفس الفرصه ان هم يصابوا بالمرض. فطالما كده يبقى انت تسمع عشان تقول لي حاجه اسمها الاكسلنس ريت. فمعدل حدوث المرض بيساوي عدد الحالات الجديده اللي ظهرت من مرض معين على كل الناس اللي كانوا معرضين ان هم يصابوا بهذا المرض. مع ما اقول لك ديوت ديوت بتشمل حاجتين مرض اكيوت ومرض كرونيك. يعني ايه؟ حد جاله تيفويد دايريه اي حاجه في مرض زي ده اي حاله تسجل عندي كده اقدر احسب لها الاكسبنس بتاعها. كرونيك مرض زي الدايبيتس او اي مرض كرونيك تاني تجي اقدر احسب له الاكسبنس بتاعها. حلو كده؟ طيب قال لك يا محمود انت دلوقتي في سنه 100% وليكن في سنه 2011 في سنه 2012 نفس ال 1000 موجودين عندك ولكن بدل ال 50 حاله دول في مرض انت متوقع ان هو بيحصل منه كل سنه خمس حالات لقيت ان حصل عندك 50 حاله. يعني انت عارف الناس بتيجي في الصيف في مثلا في المستشفى في طلبه كليه الطب الذاتيه عام خمسه منهم بيجي لهم دايريه. في سنه لقيت ان في 50 جالهم دايريه. ده معناه ان في مشكله حصلت. دول كانوا اكل في مكان ما بشكل ما الاكل ده اثر عليهم. عندك مدرسة بيحصل عندك كل يوم مثلا عيلين بيجيلهم دايرية. في مرة لقيت ان في نص المدرسة عندها دايرية. دي وقتها اسمه انتشار وباء. حاجة اسمها اوت بريك ان كونفايند بليس يعني انتشار وباء في مكان معين. حاجة انكسبكتد. المهم دي تحسب لها حاجة اسمها اتاك ريت مباشر. عارف الاتاك ريت ده؟ هو نفس الاسم. ولكن اختلاف ده هنفذ دي زي ما هي هتضيف بس كلمه ايه؟ from 16 disease at period of epidemic. التاك ريت بيساوي الانسيدنس ريت ولكن في حاله اذا هو جاب لك في سنه معينه عدد والسنه اللي بعدها جاب لك عدد كبير من الحالات في مرض اكيوت او في مرض كرونيك تمشي طالما انا اقدر احسب ايه الحاجه دي. يعني لقيت ان في ناس عندنا حصل منهم زياده المرض زي التليين دول اكيد نزلوا على قهوه وشربوا بتاع الشيشه مثلا. بقى احنا عندنا مشكله ان الشاشه اللي في البلد كلها فيها وباء بيتنقل للناس. ده معنى كلمه التاك. تمام كده؟ التاك ريت بحسبه في حالات الاوت بريك او الابيديميك. على فكره الكم النهارده كبير يعني انت لو سرقت نص حلو جدا. تمام كده؟ واخدين؟ مسألة بس لسان محتاج؟ حاضر ما عنديش حاجة. مسألة أحسن بدل مثلا بدل ما أشرح ال ما هو المشكلة إن هو عشان ما المرض ده قد ايه؟ يعني ال 100 دول فيهم خمسه عندهم مايكروس
السنة اللي بعدها هيزيدوا 5 كمان بقوا 10 عندهم دايابيتس. السنة اللي بعدها بقوا 20 بقوا 15 عندهم دايابيتس. فده معنى كلمة توتر مرض. عارف الانسلنس هنا بيساوي ايه؟ الانسلنس بيساوي 5 جداد. الانسلنس هنا بيساوي 5 جداد. فالخمسة اللي بيحصلوا كل سنة دول جداد فاسمهم الانسلنس. كل اللي عندي مرضى بالمرض اسمهم بريفرنس او اسمهم بريفرنس. مين اللي هيعود للمرض؟ ده مرض كوري. المرض اللي هيستمر معايا ده اسمه مرض كوري. فيبقى بعمل حاجة اسمها النمبر. اوف ركز في دي بقى ايه؟ حاجة اسمها كارنت. كارنت كيس. عارف كارنت كيس اللي هم مين؟ اللي هم الولد زائد اليوم. ده انا لسه عامل لهم دول خمسة خمسة. زادوا خمسة السنة دي. فالخمسة دول الخمسة دول بقوا 10. لما اجي احسب كارنت كيسز كل اللي عندي. على مين بقى؟ طبعا في الحاجات بتاعتنا احنا عارفينها. على مين بقى؟ على المباشر. قال لك اول اكزامين البوبيليشن. ركز في دي. انا كنت هنا اول ات ريسك. اول اكزامين. يعني كل الناس اللي هتفحصهم. ودول في الغالب في الغالب في الغالب بيبقوا كل الناس دول. هنا وهنا. دي هتتغير. نجيبها دلوقتي وانت بتحاول نعملها تجميع. يعني ايه؟ انا عرفت منين ان الخمسه دول مرضى وان 950 مش مرضى؟ نزلت فحصت ال 1000 كلهم. السنه اللي بعدها عرفت منين ان الخمسه دول لسه مرضى وان الجزات عليهم خمسه كمان؟ نفحصت الخمسه وفحصت 950 تاني. وكلهم بقوا موجودين عندي. كده حاجه اسمها ايه؟ البريفالانس. هو مديني مثلا هنا بيقول لي احسب بولي بوبليشن كده كده اللي عملها كل قريه فيها 2000 بني ادم. النمبر اوف بوبليشن هيساوي 2000. طيب عملنا دراسه عشان نشوف الشيست سور الهرزيز. الهرزيز ده مرض اكيوتال كرونيك كرونيك. لقينا ان في نفس سنه 2010 لقينا ان في نمبر اوف كيسز كان 200. يبقى النمبر اوف كيسز يساوي 200. بعد كده قال لك في السنه اللي بعدها انا في 2011 عملت ايه؟ عمل حاجه. قال لك انا عندي 60 حاله جديده. النمبر اوف ايه؟ نيو كيس. معلش نكتبها كده هيساوي 60 كيس. في حين ان احنا بنشوف الموضوع السنه اللي فاتت ال 200 دول لقينا ان في 150 بس لسه موجودين. تمام كده؟ النمبر اوف اولد كيس يساوي كام؟ 150. اهم ايه بقى في الاخر ايه؟ كالكوليت الانسلنس والبريفرنس ريتس. بس كده ممكن يجيب لك مساله يقول لك البوسيبل ان انت تقدر تطلعها. طب انا هقدر احسب منها مباشر. اولا المساله بتاعتي دي يعني عشان اقول لكم ان دي تعتبر ابسط مساله عندنا في الطريق شويه. حلو كده؟ طيب 2010 هنركز في حاجه عشان نقولها معاكم. لما يجيب لي مرض كرونيك فاول مره كرونيك معلش بس معلش معلش يا اخي ولا يهمك. لما يجيب لي مرض كرونيك اول مره ما يقوليش السنه اللي فاتت كام احسب البريفالنس بس. يعني ايه؟ اقول له البريفالنس في 2010 هيساوي انا عندي كام حاله اصلا؟ 200. يعني هو بيقول لك ان في ناس من سنه 90 يا عم بيصابوا المرض كل مره حاله 210 20. في النهايه احنا لما جينا عملنا الاصابه بتاعتنا 2010 لقينا 200 حاله. 200 حاله دول اللي هم توطن المرض او انتشار المرض او وجود المرض بس كده. فانا هحسب في 2010 البريفالنس بس. مفهومه كده؟ البريفالنس هيساوي احنا لسه قايلين اهو النمبر اوف كارنت كيس اللي هم ال 200 على اول اكزامين البوبيليشن. انا اكيد هحصل 2000 في كام يا عم الحاج؟ في 100 او في 1001. يعني هيبقوا هم هيبقوا كام؟ هيبقوا تقريبا 100 في كل 1000 او هما نفسهم 10 كل 100. يعني 17%. تمام كده؟ ده الثابت بتاعك. طب
احسب ايه؟ احسب الاثنين ليه؟ وقال لك اليو كيس ازاي؟ ما انا حاسب اول حاجه من اليو كيس الانسيدنس يساوي ايه الانسيدنس؟ النمبر اوف نيو كيس اللي هو كام؟ 60 على نيجي هنا ونقطه. وقال لي في البتاع بتاعي هول ريجوليشن ات ريسك. بص يا عم مباشر لو جاب لك مرض كروني برضه وانت بتحسب ازاي تطلع الات ريسك ريجوليشن كل الناس اللي كانوا مرضى بالمرض ده طلعهم من الات ريسك. اذا كان هو قال لك ان هم ستيل وقال لك ان 250 منهم ستيل او قال لك ان هم كيورد او قال لك ان هم مرضى. يبقى لو مرض كروني قال لك ان هم ستيل مرضى قال لك ان هم كيورد قالك ان هما ديد هتطلع. طب استيل وفهمناها ان هو لسه مريض اصلا ليه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان اللي اتصاب بالمرض ده هو مش عرضه للمرض تاني. يعني انت جيت الخمسه دول هم اصلا مصابين المفروض ما تيجي تطلعهم من الاتريسك اصلا ما تجيش تحسبهم تاني هم مصابين فهم مش عرضه للمرض. فهو كان مرض كورونا لو قالك الناس استيل زي ال 150 دول هيبقوا استيل عنه. طب عندنا الكيورد قال لك نضغط خدوا معاها خلاص. طب الديد هم اصلا ديد هيطلعوا من الانزامل وهيطلعوا من الادرس. حلو كده؟ طب الانسيدنس عندي هيساوي كام؟ هيساوي ال 2000 ناقص ال 200 بتوع السنه اللي فاتت. طيب كده خلاص الايه؟ الانسيدنس بتاعي. تعالى معلش نجيب الريفرنس. هيساوي نمبر اوف يعني بالظبط كده تبقى الاولد نيو 60 زائد 150 تمام؟ نعم؟ على 2000 ناقص كام؟ طيب معلش كويس كويس ان احنا نقطه دي لما ال 2000 بتوعي دول هعرف منين ان في 50 ان في 60 جداد وان في 150 من ال 200 بس هم لسه موجودين لازم انزل افحص الكل. فانا نزلت فحصت الكل عشان كده عرفت ان من ال 1800 اللي كانوا ادريس السنه اللي فاتت في منهم 60 جداد. نزلت على 1800 وعرفت ان من ال 200 اللي بتوع السنه اللي فاتت في 50 كيورد وفي 150 لسه مصابين. فعشان اطلع الارقام دي لازم اخد اكزامينت الكل. انا بقول اكزامينت اهو هو الاكزامينت. فطالما الاكزامينت يبقى انا هفحص الكل. بصوا يا جماعه عشان نريح نفسنا الاكزامينت هيفضلوا هما نفس البوليشن في الا في حاله واحده ان هو يقول لي في ناس ماتت. يبقى الاكزامينت بوش كده نمبر بوليشن كله الا في حاله واحده ان هو يقول لي ان الناس ماتت. الناس اللي ماتت هطلعها بس كده. يبقى نقول الاكزامينت هما كام؟ 2000. انا عايز اجيب مساله فيها الفكره الثانيه بتاعت الاكيد عشان كده قفلنا الجزئيه دي. طيب فوق ده المساله اللي بعد كده. طيب فوق قال لي في انا بعمل بتاع مساحه الكلام ده خلاص طيب عايزينه مفهوم طيب يساوي 200. ماشي اللي وقت الزبوس يقول مش عارف ليه كده كسبان. ركز فين؟ بص يا جماعه هنا في مرض اسمه الطيفود هناخده طبعا في الحاجات مش تاكد ان ده مرض مش كده. حلو كده؟ وكان جايب هنا ايه؟
فانا بحسبه الكرونيك بس هو الشيء كده مش عندي هنا بريفرنس احسب لي بس انسنس يبقى انا كده لما افكر في التايتويد بقول ان انا احسب انسنس اقول معلش في 2007 الانسنس هيساوي نعم 25 على كل بوزيشن 9500 في السنه بتاعي يطلع رقم تاني تمام كده؟ طيب انا حسبت كده الانسبتس المفروض ان احنا لو كنا ناخد الريت اللي بعد ده هو الرابع ده كنا نحسب من السري حاجه هنسيبها دلوقتي عشان لما نشرحها عايزك في 2008 حسبت ايه معاك في 2008 الانسبتس برضه صح؟ يعني ايه؟ الناس بتشتغل بالتايفويد من سنه 2007 ل 2008 يعني المرض الاكيوت ما حدش هيقعد فيه سنه كامله الناس بتشتغل بالدايريه من 2007 ل 2008 فاهمني كده؟ بس فكلمه 2008 احسب فيها ايه؟ الانسنس معلش 2008 الاثنين احنا دول ايه؟ كلهم جداد ولا كلهم؟ جداد فكلهم جداد يعني ال 25 دول 20 منهم كيورد وخمسه ماتوا وجه بقى من السنه الجديده كلها 200 طيب انا المفروض هحسب ايه؟ الانسنس صح؟ خلينا نتكلم في الطبيعي انا عارف ان هو بقى التاني ليه؟ لان رقم هنا زاد يبقى التكلفة مباشر ليه؟ رقم زاد عن السنة اللي فاتت بشكل كبير وممكن يزيد ممكن يبقى 35 انما 200 ده معناه ان حصل مشكلة في البلد دي طيب اعمل حاجة الانسنس بتاعك هيساوي ان هو هنقول ان هو الاتاك عشان ما احنا نريح نفسنا نشيل الانسنس ده يبقى هو الاتاك هيساوي يا جماعة الاتاك ليه؟ نمبر اوف نيو كيس كم؟ 200 على كم ده معلش؟ 1190 رايك في الكلام ده دكتور؟ نعم؟ هو البوبيليشن ات ريسك مين المعرضين في السنه اللي بعدها ان هم يصابوا بالتيفويد؟ حلو احنا لما نيجي في التيفويد اولا هنعتبر ان اللي يصاب كده ممكن يتصاب تاني تمام كده؟ يبقى ال 25 دول امكانيات ان هم يصابوا تاني ممكن. لا اي واحد اي حد بيحصل ممكن يجي له دايريه ويجي له تاني مره دايريه عادي جدا بتحصل. يبقى ده المرض اللي ممكن يجي له منه الايه؟ ال ال او العدد ده ممكن يجي له المرض ده تاني. هشيل من المقام بتاعي في الات ريسك مين؟ خمسه بس فاقول ان دول هيساوي 1500 ناقص 5 اللي هو زي ما هو 1995 لانه دول ما بقوش معرضين يعني انا باخد اقول المقام بتاعي مين هم المعرضين يصابوا بالمرض اصلا مش موجودين مين هم المعرضين تمام كده؟ كده الفرق ما بين الكلمه دي الانسنس اللي حصلت على زيها زي الكود اكزام دي في مرض اكيوت يبقى لو انا عندي مرض اكيوت يا جماعه هشيل من المقام مين؟ هنا الكروني هشيل الاستيل او الكيورد او الديد اللي هم كانوا اصلا من كده تمام كده؟ في الاكيوت هشيل الديد بس هي اصلا دي كل تركيز المساله في الموضوع وهي دي مساله ورخامه الانسنس والريفرنس في كل المسائل هما اللي متجهين عليه ريحنا وتريح النقطه دي تريحنا والنقطه اللي انا لسه قاعد ان مفيش اصلا ريفرنس في الاكل تريح خلاص كده يبقى احنا عندنا تركيزين في الجزئيه دي تمام في كلام نكمل ولا تمام ماشي طيب بص انا معديت اللي بعد كده حاجه تبع دي ال الساعه بتاعها ماشي الساعه نمسك بس الارقام كده عندنا ريت اسمه الكيس شفتوا بغنيها ازاي؟ كيس فيتاليتي ريت بص هو الفيتاليتي ده الفيتاليتي المفروض ان هو تبع الديس بقول ان في ديس حصل عنه بس هو بيقول ده مع المرض حصل
حطوا عن ترى المرمى مهم يعني من ده بيسوي يا جماعه عدد بالظبط كده عدد اللي ماتوا من المرض على عدد الحالات المصابه بالمرض ده النمبر اوف ديس او ديزيز فروم سيرتين ديزيز سيرتين ريت على التنين الفرصه بتاعها على عدد النمبر اوف ديزيز فروم ديزيز مفهومة كده؟ يعني أنا كنت بقول دلوقتي من التايفويد كان عندي 25 كان مين عندي 25 حالة مات منهم خمسة مين بقى الكيس في تالت ريت هيساوي هنا إيه؟ 5/25 بص بقى عشان الموضوع ده جاي عندنا ريت عندنا تلات ريتات معلش فيهم نفس البسط تلات ريتات فيهم نفس البسط اللي هو نمبر اوف ديس من 60 ديزيز عدد الموتى من مرض معين عدد اللي ماتوا من مرض معين في عندي ثلاث مقامات كيس في تالت ريت مقامه كيس سيز يبقى لما اقول كيس يبقى كيس طيب ندخل بقى على الموربيديتي عشان انا هحسب حاجه ثانيه ايه الريتات اللي اضعف اقدر احسبها في الوفاه؟ اول ريت عندي بسيط جدا اسمه الكروت ديس ريت. معلش يا كلمه كروت دي نسيت اقول لك كلمه كروت معناها خامة او عشوائي، يعني ايه خامة؟ انا جبت البوبيوليشن كلهم قبل ما اشتغل عليهم. فاكرين لما احنا جبنا بقى وطلعنا مين هم المين ومين او مين هم اليانج ومين هم البوزر ومين هم الامريك؟ حاجه خامة زي ما بطلع منجم كده حاجه بعد كده ابدا ان انا ادور فيها. شوف بقى قسمها كده نفس الفكره كلمه خام هنا تمام كده؟ ان دي لسه حاجه صادقه قدامي طيب كروت ديس ريت ده معناه ان انا بقول لك نسبه الوفيات اللي حصلت في كل البوبيليشن يعني بقول ان كل 1000 من البوبيليشن بيموت منهم كام واحد كل 100 من البوبيليشن بيموت منهم كام واحد وده بيساوي النمبر اوف ديس ان سيرتين لوكاليتي اند ريجن خلي هنا ما نقطش من حاجه معينه دي مهمه ما تحطش فيها وانا راجع انا كنت بتاعه ترتيبها كده كامله كده بصوره كامله فروم 60 ديزيز دي النمبر اوف ديس بس مالهاش دعوه بقى من اي مرض انا جاي اقول لك في 2007 اللي كنا فيها دي ال 1500 دول مات منهم 30 واحد وسيبها لي دلوقتي 30 دول لو انا عايز اطلع من بيهم كروت ديس ريت اعمل ايه؟ هقول ان كروت ديس ريت بيساوي النمبر اوف ديس اللي هم 30 على مين يا عم محمود؟ على اول بوبيليشن اللي هم كام يا محمود؟ 1500 ده اسمه كروت ديس ريت طيب اللي بعد كده اسمه ايه؟ بص عشان نركز قال لي زي ما قال لي كان في عيبين ده في عيبين حاول يطلع الكلام من بعض العيب الاولاني كده ان هو ما قالش الكروت العيب الثاني ان هو ما قالش ولا هيج ولا سيكس المشكلة الأولى زي ما احنا هتحل ده بريدين وهتحل ده بريدين. الكوز أول حاجة قال لك في عندك حاجة اسمها ده المختار اللي بالظبط اسمه كوز سبيسيفيك. مورتاليتي أو في الفتات ريت. تمام كده؟ كوز سبيسيفيك مورتاليتي أو في الفتات ريت. تمام كده؟ طيب هيساوي إيه؟ بص يا عم محمود ده أول ريت اللي هو البسط بتاعه نفسك كده. هتقول لي نمبر اوف ديسز من سيرتين ديزيز فهتقول لي اهو ان بقى الدرس طول الوصف ده واحد نمبر اوف ديسز من سيرتين ديزيز على مين يا عم الحاج؟ على الحالات ومش الحالات احنا قلت هنا على عدد الحالات المرضى هنا على المرضى وغير المرضى اللي هم اول بوبيليشن على اول بوبيليشن يبقى زي ما قلت لك عدد المرضى او عدد الحالات المريضه هنا عدد الحالات المريضه وغير المريضه. قول ماشي طب نفس البسط هنحطه تاني يبقى النمبر اوف سيرتين ديزيز ولكن على عدد كل الموتى ده اسمه ايه بقى؟ بروبورشن
جزء من الكل. عايز اقول كم واحد ماتوا من المرض دي من كل الموت اللي هو انا بقول this is from all causes. تمام كده؟ ليه؟ نجيب بقى الـ causes specific من مرتبة 30 اللي بيصدر ان المسألة اللي عندنا causes specific من مرتبة 30 يعني كل الناس اللي ماتت من مرض تيفويد على كل بيش اللي يسوي كمان معا 5500 ده بقى الفروشنال هنسوي دول الكسر دول الكسر قول الديسس عشان كسر نسمع ليش فروشنال 25 معلش ثواني بقى 5 على 25 ده كان اسمه ايه؟ كوز والكيس اهي حلو جدا السؤال 25 مش كل الوفيات 30 كل الوفيات مع الدير كيسز دي اول ديسز دي الديس اللي ده ده اول بوبيليشن لو انا عندي عدد سكان 1500 منهم 25 مرضى للتيفويد 5 منهم مات 5 من المرضى ماتوا بحيث ان كان عندي كل الوفيات في السنه دي في البلد من 1500 30 واحد بس 5 على 30 ده يساوي البروبورشنال او الريلاتيف مورتاليتي ريت الكوز سبيسيفيك مورتاليتي ريت يساوي 5 على 1500 الريكورد ديس ريت يعني يساوي كام كل ال 30 اللي ماتوا على كل البوبليشن الريكورد ديس ريت اللي بقى الكوز كيس سبيسيفيك الكيس مورتاليتي ريت يساوي كام 5 على 25 مفهومه كده؟ واضح يعني؟ طيب بصوا يا جماعه اخر درسين عندنا حاجه اسمها age specific mortality rate اسمر يعني اسمها اصفر age specific mortality rate باختصار شديد فاكرين لما قلنا قسمنا الناس للجروبس في ميل 35 سنه عندنا قسمناهم لسبع جروب كل جروب فيه خمسه ليه يعمل حاجه لك عشان كل حاجه من الجروب كلها نسبه خصومه معينه نفس الفكره يقول لك انت عندك هتقسم الناس للجروبس لان الناس عندك من سن يوم لسن اربع سنين ممكن يموت الأطفال اللي يموتوا بأسباب معينة من أربع سنين لحد 64 سنة ممكن يموتوا بأسباب تانية وأكثر من 64 ممكن يموتوا بأسباب تالتة فهتسمي الناس على حسب الإيج والرومز بتاعته فهتعمل إيه؟ نفس اللي عملته هناك هتقول إن الإيج سبيسيفيك مورتاليتي ريت هيساوي نمبر أوف ديسز فروم سيرتين إيج أو إيج جروب على كل population كل population هات سنين هتجيب الأطفال اللي ماتت من سن يوم 4 سنين تحسبهم على عدد كل الأطفال اللي من سن يوم 4 سنين تمام كده؟ نفس الفكرة عشان حاجة تانية age 6 specific mortality rate هتعمل ايه؟ هتقول لي عدد الاطفال الولاد الميل الذكور اللي توفوا على كل الذكور اللي في نفس السن يبقى نفس الفكره كده نمبر اوف ذيس فروم ميل ات سيرتين ايج على اول بوبيليشن ولا بوبيليشن اول ميل بقى اول فيميل ات ذا سيم ايج تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا دي معلش بقى الايه لو احنا كنا عايزين نحل بقى المسائل من الكتاب ان شاء الله هتنزل لكم مذكره بال فيها كل التفاصيل هتبقى ده اول حاجه عايزين بس نتفق ان الحصه الجايه تكون معاها كام؟